عايز تشتري موبايل للالعاب ومحتار، نفسك تشتري موبايل كويس للالعاب ما يهنكش معاك بعد فتره محدده، او مثلا ما يجددش الاداء اللي انت محتاجه، فاغلب الموبايلات اللي بتجيبها دلوقتي تلاقي الموبايل ما بيكملكش حاجه بسيطه وتلاقيه بوظ. فالنهارده انا جايب لك اربع موبايلات هم الاقوى في العالم للالعاب، والموبايلات دي اصلا صنعت للالعاب بس. تردد 144 هرتز، شاشه توصل لشاشه اوليد، بطاريه قويه مع الشحن 120 واط. فانت انا جايب لك موبايلات بصراحه هي الاقوى في العالم للالعاب. فيلا مع بعض نلعب الموبايلات دي، وان شاء الله هسيب لك لينكات الموبايلات دي في وصف الفيديو، فلايكك الجميل واشتراكك اللي زي الورد، وبينا نبدا. يلا يا صديقي، بما اننا هنبدا في موبايلات الالعاب فلازم نعرف كام حاجه قبل ما نشتري موبايل الالعاب. موبايلات الالعاب دي لما بنشتريها كمعالج، معالج بس لا، ما بندور بقى على الريفرش العالي. كام ريفرش؟ 120 هرتز. في الالعاب المفروض ما تقلش، بدل انت هتحط بقى موبايل في الالعاب بسعر كويس ما تقلش عن 120 144 هرتز عشان تاخد حاجه عاليه. معالجات المفروض تاخد معالجات الفلاكشيب. الشاشه لازم تكون شاشه محترمه، مش بتفرق قوي الشاشه، ولكن الالوان الشاشه بتفرق طبعا في الالعاب، بتدي لك كل الالوان اللي في اللعبه. فانت معاك موبايلات لازم تكون هي الاقوى في العالم، جبت لك اقوى موبايلات بسعر، هم سعرهم للالعاب نازل لهم المباراه دي، نازل الالعاب بسعر وسعر حنين، ما هماش سعر عالمي زي الموبايلات مثلا الفلاكشيب الاس 23 من الترا من سامسونج، او بقى الجامد هيخش معاك في كل حاجه، ولكن ما هوش صنع للالعاب، موبايل صنع لكل حاجه، تصوير والعاب وكل حاجه. انا جايب لك برضه موبايلات هتمشي معاك تصوير، تمشي معاك العاب اقوى واقوى، تمشي معاك مشاهده محتوى والموبايلات. بينا نبدا من غير ما نتكلم كتير. اول موبايل معانا هو البلاك شارك 3 برو. الموبايل ده جامد بصراحه، موبايل سعره حنين جدا، ولكن انا مش لقيته قوي، مش متوفر قوي في السوق. فانا قلت لك اجيبه لو انت مثلا متوفر عندك مستعمل كسر زيرو، لقيته عندك جديد هاته، بس هتلاقيه بسعره سعر حنين جدا. ليه؟ لان الموبايل ده جالك بالمعالج السناب دراجون 865، معالج قوي جدا، ولكن هو موجود في البوكو اكس 7 برو. راح بيت الشريف موبايل جامد، موبايل جالك بفريش 120 هرتز، شاشه اموليد 7.1 انش كمان، يعني شاشه كبيره جدا، يعني هتلعب معاك تقريبا معاك تابلت تلعب عليه. شاشه محترمه وهي اموليد و120 هرتز، معالج قوي جدا، بطاريه 5000 ملي امبير مع الشحن 65 واط، وكمان بتدعم لعند ال100 واط كمان في الموبايل ده. فانت معاك موبايل جامد من الاخر، معاك موبايل كده حاجه محترمه، وكمان كاميرا 64 و8 ميجا بكسل، كاميرا محترمة جدا مع السعر بتاعه اللي هو سعر حنين جدا، اللي هو بصراحة ما لقيتش سعره بصراحة متوفر قوي النهاردة، لأن الموبايل دورت عليه كتير جدا مش متوفر قوي. فأنت بس تقول لي جبت الموبايل ليه؟ ممكن يكون مستعمل في مكان أنت عندك، وممكن بسعر الحنين أنت تقدر تشتريه. طب نسيبنا بقى من دي، خلينا بقى نخش في المتوفر. فالمتوفر في موبايلين، وفي موبايل أنا برشحه أكتر، هو سعره أعلى بس في حدود 30 دولار بس، فأنا برشحه أكتر من التاني، ولكن هو في الأداء مقاربين جدا لبعض. هما مين؟ هو البلاك شارك 4 برو والبلاك شارك 5 برو. تعال نبدأ بالبلاك شارك 4 برو، طبعا احنا بنوصل لأعلى موبايل هو بيكون التوب رقم واحد. بلاك شارك 4 برو جاي لك معالج السناب دراجون 380، المعالج ده فيه عيب واحد بس، هو معالج قوي جدا، ولكن فيه عيب واحد بس، بيسخن جدا، بيسخن جدا بجد. المعالج ده عيبه بيسخن الموبايل جامد، ولكن موبايلات البلاك شارك فيها انظمه تبريد عاليه جدا، ودي اللي مخلينا انا جايبهم لك في الفيديو ده. جايب لك اربع موبايلات منهم وهو فيهم انظمه تبريد عاليه جدا بتغطي لك عن ده، ولكن طبعا احنا بنحاول نتلاشى اي حاجه في سخونه. والموبايل اللي جاي اللي هو بلاك شارك 5 حاجه جامده، بس اعرف الامكانيات ده لانه هي تقريبا نفس الامكانيات. شاشه 6.67 من 100 انش، اموليد 144 هرتز حاجه من الاخر، كاميرا 108 ميجا بكسل مع 8.5 ميجا بكسل حاجه محترمه جدا، بطاريه 4650 ملي امبير مع شحن 120 واط. 120 واط مفيش كلام بقى، نبدا بقى في الكلام. 120 واط، سعر الموبايل ده كام يا صديقي؟ سعر الموبايل ده 613 دولار، سعر مناسب جدا، يعني انت تلعب لك مثلا في المصري تضرب في 30، يعني بتلعب في 18100 جنيه، حاجه سعر بصراحه ممتاز مقارنه مع الموبايلات التانية اللي موجوده. يعني موبايلات مثلا من اوبو، والاوبو مثلا رينو 8، الموبايل ده بالسعر ده تقريبا داخل السعر ده، ومش فيه المعالج ده، في معالجات السناب دراجون اللي هي العاديه، مش العاديه الجباره اللي هي الفلاكشيب دي. تعال نخش ونشوف الموبايل اللي انا شايفه من وجهه نظري هو الاحسن من اللي هو انا سايبه اخر واحد كمان، يعني هو رقم 3 ده احسن من الاخير كمان. ليه؟ لان هو البلاك شارك 5 برو. الموبايل ده ايه امكانياته؟ اولا تعال نبدا بنقطه المعالج، بدل ما نتكلم في الالعاب لازم نتكلم في نقطه المعالج. المعالج هنا السناب دراجون الايجن 1، معالج القوي جدا اللي بيقدر يتغلب على الحراره غير الثلاث تمانيات. شاشه اوليد 6.67 من 100 انش، 144 هرتز، كلام بقى مفيش كلام، احنا بنتكلم بقى في حاجه ثانيه.
بطاريه 4500 ملي امبير، هي بطاريه ضعيفه مع الشحن ال 120 واط هيغطي عليها. طبعا الكاميرا، 108 ميجا بكسل مع 13 ميجا بكسل الترا ويد، والكاميرا الثانيه 5 ميجا. فانت معاك الموبايل ده بصراحه جامد 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 بجد. ليه؟ لانه جاي لك بمعالج قوي جدا، هو المعالج تقريبا هو الاقوى حاليا في العالم في دلوقتي. المعالج اللي في السامسونج اس 23 الترا هو الاقوى، لكن معالج قوي جدا جدا هيدي لك كل الاداء. ريفرش 144 هرتز مش موجود في السامسونج، شاشه اوليد. انت بتتكلم في ايه؟ كاميرا 108 ميجا بكسل مع المعالج ده مع الشاشه ديت هتدي لك اداء تاني خالص. انت بتتكلم في اداء جبار مع انظمه التبريد الموجوده في الموبايل ديت، انظمه التبريد جباره جدا بتتغلب لك على الحراره كلها. فانت معاك موبايل، انا بصراحه دي افضل موبايل شايفه حاليا للالعاب كمكتمل وبسعر مناسب جدا هو الموبايل ده. بصراحه مش هتلاقي افضل منهم في السوق حاليا الموبايل ده. سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده 660 دولار، يعني ما يقارب ال 20000 جنيه مصري. بصراحه سعر مناسب جدا مقارنه مع الفور، فدي موبايل مثلا لو تزود لك ال 2000 جنيه دول فهيبقى موبايل ممتاز جدا. اما مثلا مش معاك ال 2000 نروح للفور برو، حاجه محترمه وممتاز، ولكن دي الاقل انا اشوفه من وجهه نظر الاقوى. الموبايل ده موجود في نسخ الراب 8 و12 و16 جيجا رام، ومساحة التخزين 256 و512. انت معاك موبايل جامد، والموبايل اللي قبليه برضه نفس الكلام في مساحة التخزين ديت، وفي برضه مساحات الرام ديت كمان. الموبايل الأخير هو البلاك شارك 6 برو. الموبايل ده ممتاز، ما هوش شين، موبايل كويس جدا جدا، ولكن لسه مش فيه أخبار مؤكدة جدا إن هو دي عليه قوي، فموبايل فيه تسريبات عنه. يقال إن التسريبات بتاعته هيجي بالمعالج السناب دراجون الإيجين 1، ولكن ديت من وجهة نظري ان التسريبات دي مش حقيقيه اللي هو الجين 1، لان موجود في عندك الجين 2. فانت طبعا هتلاقي في الموبايل ده السناب دراجون ال8 جين 2 بلس كمان، لانك شاومي بتحاول انها تتغلب وتدي لك اقوى حاجه. بطاريه 5000 ملي امبير مع الشحن ال120 واط، اذا ما كانش وصل لل200 واط كمان هيجي لك بالتردد ال144 هرتز، ويمكن يوصل لل165 هرتز. كمان نفس الكاميرا تجي لك ال108 ميجا بكسل مع 13 و5 ميجا بكسل. مساحات التخزين ومساحات الرام هي هي، ولكن هزيد مساحات الرام لل 18 رام. كمان هتجي لك بالشاشه الاوليد، فانت معاك موبايل هيكون موبايل مكتمل جدا جدا. ولكن انا من توقعاتي الموبايل ده هيوصل لل 800 دولار اللي اذا ما تخطاهاش يعني. كمان صراحه موبايلات كويسه جدا، وموبايلات تستاهل انك تشتريها، تشتريها للالعاب لو انت هدفك موبايل كجيمنج. وبصراحه هيدي لك تصوير وهيدي لك اداء، ولكن هو موبايل مش شكليا، هو شغله كده شكلا شكل جيمنج انت شايفه قدامك على الشاشه. بالنسبه لناس كتير قوي هو حب الشكل ده، هو شكل شكل جيمنج، ولكن هو مش كبير كده على الفاضي، هو كبير كده علشان انظمه التبريد اللي فيه تقدر تتغلب على الحراره دي. فهو كبره ده علشان انظمه التبريد بس. هو تقيل الموبايلات، الموبايلات توصل حوالي ربع كيلو حوالي 250 جرام. فهو التقل ده والكبر ده على حسب انظمه التبريد اللي فيه، انظمه التبريد عاليه تتغلب على الحراره، وتلاقي اكتر من سماعات ستيريو كمان موجوده فيه. يعني في الموبايلات دي كلها تلاقي فيه اكتر من سماعه ستيريو مش سماعه واحده. فدي كلها امكانيات خليك انك تشتري الموبايل ده لو تشتريه موبايلات الالعاب. اما انت مثلا لو تشتري موبايل مثلا كمتكامل، موبايل كمنظر مش همك الالعاب بس، عايز حاجه مثلا لو لعبت شويه تصور شويه مش عارف، بس مش هدفك يكون في العاب اكتر، فتروح للموبايلات الثانيه. الرينو 8، الرينو 9 من اوبو، عندك الشاومي، في الشاومي 10 برو موبايلات ب 7000 جنيه، وممكن توصل للشاومي 11 والشاومي 12 تي، موبايلات برده جامده جدا بالسعر بتاعها، ولكن مش هيدي لك نفس الاداء ده مهما كان المعالج فاعل، مش هيدي لك نفس الاداء ده. لان يعني عندك 144 هرتز اعلى موبايلات ديكي بتكون فيها ال 120 هرتز بس. مثلا انت مش همك بقى ديكي ولا عايزك الفشخره، فخش بقى على الايفون يا معلم، خش على السامسونج اللي هي الاس 23 الترا نفس السعر ده من سامسونج. في عندك السامسونج 52 اس، فبرضه مش هيدي لك الامكانيات، هو السناب دراجون 778 اللي هو المعالج العادي اللي هو كاداء سوشيال ميديا واداء بسيط كده. فبصراحه موبايلات كويسه جدا لو انت هدفك موبايلات كالعاب، مش هتلاقي افضل منه بنهائي. من غير ما نطول عليكم، فلايكك الجميل، ولو عجبك الفيديو اشتراك جميل عشان تشوف كل اللي جاي جديد واكمل من كده بكتير خالص. وبيس يا صديقي.